من مجموع 15 اختصاص في الألعاب الفردية اللي باش يمثلوا الرياضة التونسية في الألعاب الأولمبية، تحتل المصارعة المركز الأول بالنسبة لعدد المشاركين. والأكيد أن منتخبنا استفاد من تنظيم الجامعة للدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو بمدينة الحمامات بعد ما اعتذر المغرب على تنظيمها، ونتيجة 10 مصارعين نجحوا في إحراز تذكرة العبور إلى طوكيو، منهم 4 في المصارعة النسائية و4 في المصارعة الرومانية و2 بركة في المصارعة الحرة. كان ينجم يكون 4 العدد نتاع المصارعة الحرة، لكن ديما نقولوا نحن بحكم الوضع اللي مرينا به، فهمتني، سواء على مستوى الرياضة أو على مستوى معناتها البلاد ككل، ماك تعرف الوضع الوبائي ما يخليكش معناها باش تتحرك باش تخدم مليح باش تحضر البرة باش تمشي لتورنوا. ديما نقولوا معناتها زوز الحمد لله ولا بأس. معناتها عبد أول طرح أنا أستراليا، هو إيراني مجانس مع أستراليا، ربحته بفارق 10 نقاط معناها. بعد تالي طرح الثاني أنا وتزيري، وديمي فينال أنا والمصري. الحمد لله يا ربي ترشحنا لطوكيو، كان ربي معناها حاب إن شاء الله نطلع على البوديوم في طوكيو. شاركت قبل 2016 في ريو، والله كانت تجربة حلوة برشا وقتها، تسمى صغير أنا وقتها مشيت عمري 21 ولا 20 سنة، تجربة حلوة ياسر، تعلمت منها برشا حاجات. تفائل قد يكون في محله في اختصاص المصارعة الحرة، وإن كانت أوفر الحظوظ نظريا من نصيب المصارعة النسائية. علاش التركيز على الفتيات؟ لأن معناها نحس معناها هي الأقرب للظفر معناها بالميداليات، وكذلك معناها للحصول على النتائج الإيجابية. حاولت لو ماكسيموم باش نعدي اللي خذيته من عند المدربين متاعي، وخدمت مع توصيات الإدارة الفنية واللي نعرفه الاكسبيريونس متاعي، حاولت نعديها لصغيراتنا والحمد لله وربي جابنا في الصواب والحمد لله. عندي تيتر منشط رياضي متحصل عليه من وزارة الشباب والرياضة على الألقاب اللي متحصل عليهم دولية في تونس، وبعد ذلك عاملة بريمير ديغري انترناسيونال، ومنها هي اختاروني كمدربة. وهكا يكون استثمار النجاح عبر تأمين التكوين في بنية اللعبة للاستفادة من خبرة البطلة السابقة في التأطير والمتابعة لجيل جديد باش ياخذ المشعل على جيل مروة العمري. المباريات نتاعي كانوا ماهمش سهلين برشا، عندي يعني غينيا بيساو، عندي الجزائر، عندي مصر، عندي سورتو نيجيريا اللي كل عام نخسر مع نيجيريا يعني سورتو في بطولة افريقيا، وترشح هذايا يعني كان بميدالية ذهبية الحمد لله، نشكر ربي على هذا الكل. حطيت اوبجيكتيف قدامي وبديت نحلم يعني كما يحلم اي رياضي، حلم يحلم به كل رياضي، خدمت عليها برشا انا، كان معناتها التمرين نتاعي الكل هدف اني نترشح. وانا نسمى من صغار معناتها ترشحت جونيور، يعني بريمير دوزيام انا جونيور، لعبة معناتها مع الكبار سينيور وفرصة. الفيت هذا ذوما معناها عمرهم 18 و19 و20 سنة، معناها منتخب معناها مازالوا شاب، بنحضروا فيهم للمستقبل معناها ان شاء الله الدوره معناها الاولمبيه الجاي ولا اللي بعدها. بناتنا بريسك فرد نيفو كلهم، فهمتني، خاطر يخدموا مع بعضهم كل شيء بتحضير مع بعضهم، معناها ماهمش بعاد، فهمتني، ماهمش بعاد على اي معناها تتويج، فهمتني، عالمي ولا اولمبي.